أنا مصطفى إسماعيل، عمري 24 سنة، أعمل حالياً كمخرج صحفي في صحيفة فلسطين. لدي العديد من المواهب، أبرزها التصميم والرسم. يعني بداية مواهبي في الرسم قبل التصميم والتصوير طبعاً، اكتشفتها وأنا في الابتدائية في المدرسة. الرسم يعني هو تفريغ للنفس. أطمح للوصول للعالمية طبعاً والمنافسة في المحافل الدولية، وطبعاً بجانب آخر الاكتساب من الخبرات والأساليب الأخرى في خارج إطار قطاع غزة.